اليوم راح نبدا بشابتر 6 اللي هو اكسبلورينج يور ماركت. انا اوريدي عملت ابلود للشرح هذا الشرح الكامل لهذا الشابتر على على اليوتيوب. فاليوم خلينا نمشي هيك كويك ديسكشن عليه. اللي منكم صاروا على مجال يقراه بكون ممتاز. انا عارف ان عندكم فتره امتحانات الفتره ف اتس فاين. طيب يعني الهدف من هذا الشابتر انه احنا في مرحله في مراحل اللي هي التحويل البزنس ايديا لبرودكت او سيرفيس. بيهمني جدا انه انا لما بعمل دراسه جدوى لهاي البزنس ايديا وبحاول اعمل البزنس بلان، لازم من ضمن هاي الخطوات او من ضمن هاي الاجراءات اللي انا بقوم فيها لازم اعرف مين هم الكاستمرز المحتملين البوتنشال كاستمرز، وبنفس الوقت لازم افهم الماركت اللي انا بدي اشتغل فيه. انا هذا البرودكت بدي اصنعه بده ينزل بالسوق، هذا السوق اللي انا بشتغل فيه شو وضعه، شو السبيس اللي موجود فيه، شو حجم التنافسيه اللي فيه. كل هاي التفاصيل لازم تكون عندك فكره عنها كبزنس اونر، ولازم تفهمها اكثر لانه هذا بيساعدك تفهم الاحتياجات السوق اكثر، احتياجات الكاستمرز اكثر، وبنفس الوقت تتميز بالبرودكت تبعك او السيرفيس اللي بتقدمها بشكل مختلف عن اللي موجود في الماركت. لذلك هذا الشابتر بيغطي هاي التفاصيل، بيعطينا يعني لمحه عن الماركتينج ككل، شو يعني ماركتينج بشكل عام، عن العمليات اللي هي فهم السوق اللي بنسميها الماركتينج ريسيرش اللي هي استطلاع الماركت. بنعمل عمليات استطلاعيه، دراسات استطلاعيه، نفهم اكثر الماركت او السوق اللي انا بدي اشتغل فيه. بعدين انا بدي احدد وين الهدف تبعي، مين هم الماركت اللي انا بشتغل فيه، مين هم الكاستمرز اللي انا بدي اواجههم. فخلينا نمشي فيهم شوي شوي. ودائما طبعا مرجعكم الفيديو اللي على اليوتيوب في اي شغله بدكم مور ديتيلز عنها. طيب الماركتينج بشكل عام اللي هي التسويق. هلا بيع البرودكت بيختلف عن تسويقه. تسويقه انا بدي اخذ فيردر ستيبس او خطوات اضافيه او اجراءات اضافيه بحيث اني ما استنى الكاستمرز حتى يجي يشتري من عندي او يستخدم السيرفيس تبعتي. انا بدي اروح للكاستمر، انا فعليا بدي اجذب الكاستمرز، اقول له تعال في عندي برودكت معين هذا بيحل لك هاي المشكله. ولذلك الماركتينج بشكل عام علم التسويق نشا من بي 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 بمبدا انه انا بدي افهم اكثر الكاستمرز. يعني الستارتنج بوينت زمان كانت انه انا بدي اطلع بالبرودكت وبعدين اصير ادور له على كاستمرز واصير اشوف مين الكاستمرز تبعهم. بينما احنا حاليا بنروح بندور على الكاستمرز، بنشوف شو بدهم، شو احتياجاتهم، شو رغباتهم، شو التوقعاتهم، شو المشاكل اللي بواجهوها. بناء عليه انا بدي اطلع ببرودكت او سيرفيس تخدم هاي الاحتياجات، بعدين بسوق لهم اياها. فبالتالي بيكون في عمليه انسجام اكثر. انا ما عملت منتج توتالي يعني غريب بشكل كامل عن الماركت، لا، انا طلعت بمنتج من فهمي او استيعابي للماركت او اللي هم اللي بنحكي بشكل عام الكاستمر. فبالتالي الماركتينج كل هدفه باختصار هو ارضاء الكاستمرز، هو الوصول للكاستمرز، هو معرفت انا او فهمي الفهم الاكثر للكاستمرز تاعوني. انا اذا قدرت افهم الكاستمرز اكثر بفهم احتياجاتهم، بفهم توقعاتهم، بالتالي انا بقدر احقق لهم رغباتهم. فبالتالي هذا الاشي بيرجع علي بالبنفيت من ناحيه اللي هي السيلز والمبيعات. فبالتالي الماركتينج هو بيساعدك تعمل منهم، تحدد منهم الكاستمرز، بيحدد لك، بيساعدك تحدد شو الاستراتيجيات اللي راح تتبعها عشان توصل البرودكت او السيرفيس تبعتك للكاستمرز، بيساعدك انك تثير اهتمامهم وتعمل اللي هو خلق الفرص او خلق العرض او خلق الاهتمام للبرودكت تبعك، بحيث انه تواصل انت فعليا تحكي للكاستمرز انه انا عندي برودكت في هاي المواصفات في هاي الميزات بتساعدكم بحل هاي المشكله، بالتالي انت بتجذب الكاستمرز لك. بعدين الماركتينج راح تلاحظوا ليتر اون هو بالبروسيس او بالهيكليه الكامله او بالداتا فلو في البزنس تبعي هو المحرك الاساسي لكل القرارات اللي راح تاخذها. يعني انت ما راح تقرر تفتح فرع جديد للبرودكت تبعك او للمحل تبعك في اي مكان ثاني الا بناء على استطلاعات السوق، الا بناء على استطلاعات قسم التسويق. يقول لك والله في حاجه، والله في سوق محتمل والمبيعات راح تكون ممتازه، تروح تفتح. ما راح تقرر تلغي برودكت او تلغي سيرفيس الا بناء على استطلاعات السوق. فبالتالي المحرك الاساسي للقرارات اللي راح تصير بالاورجنايزيشن غالبا هي راح تكون من قسم الماركتينج. تمام. فلذلك
انا بيهمني اعرف اللي هو كيف او افهم اكثر مين هو السوق اللي انا بدي اتعامل معه. لذلك احنا بنعمل شيء اسمه الماركتنج ريسيرش. الماركتنج ريسيرش هو عمليه استطلاع على السوق. هاي عمليه استطلاع على السوق بتتم من قبل البزنس اونر عن طريق انه بيعرف اكثر شو انا القطاع اللي انا بنتمي له، شو الاندستري او الصناعه اللي انا بتعامل معها، مين هم الكاستمرز، كل الكاستمرز اللي عندي بنتموا لفئه معينه او لا. هاي الاشياء انا بقدر اعملها عن طريق تو ابروتشز او عن طريق وسيلتين اللي بنسميه البرايمري والسكندري. البرايمري او سكندري بس عشان تضلكم ميزين بيناتهم، البرايمري انا بدي اروح اعمل انفستيجيت، بدي اعمل تحقيق او بدي اعمل استطلاع على السوق بهدف تحديد غرض معين. فانا بكون بحدد الغرض بشكل مباشر، شو الهدف من الاستطلاع، بروح بدور على الداتا، بروح بعمل استطلاع، بروح بعمل كويشنير سيرفي، بروح بعمل انترفيو، بروح بوزع منشورات، بعمل اونلاين سيرفي، اي شيء بحيث انك تجمع الداتا. فبالتالي بالبرايمري ريسيرش انت الداتا اللي راح تحصلها راح تكون فريش داتا، يعني داتا انت مجمعها، انت حصلتها بناء على بهدف تحقيق او بهدف تحقيق غرض معين. تمام؟ فانت تقول والله انا بدي اعرف شو توجهات الناس في منطقه اربد لا استخدام الموبايل ليرنينج مثلا، انه التعليم عن طريق الموبايل. فبتروح تعمل كويشن سيرفي، بتروح تحدد مين الكاستمر تبعونك او مين اللي راح يعبوا لك اياه، وتوزع السيرفي وبتجمع الداتا. فبناء انت هيك صرت ايش حققت او حصلت فريش داتا بتساعدك انك تتخذ قرار في موضوع الماركتينج. مدى رغبه مثلا شو الافضليه، الكاستمرز شو بفضلوا استخدام الموبايل على الاكس اكسس على الانترنت ولا اللابتوب مثلا. هل الكاستمرز بيحبوا يستخدموا الموبايل ابلكيشن ولا بروحوا مباشره بدون موبايل ابلكيشن بيستخدموا الاتصال الهاتفي مثلا. كل هاي الاسئله انت مرات ممكن تكون بحاجه انك تعرف اجوبتها، تعرف شو ممكن تاثر على، لانها ممكن تاثر على طريقه الماركتينج تبعك، على طريقه البرودكشن، اي شيء بيختص بالبزنس تبعك. هاي بنسميه برايمري ريسيرش. فانت بتروح تحدد الغرض او الهدف وبناء عليه انت بتروح تعمل تجميع للفريش داتا. سكندري ريسيرش اللي هو النوع الثاني واللي هو غالبا داتا اوريدي بتكون موجوده، انت بس عليك تجمعها تبحث عنها. فهي الداتا موجوده مين عاملها؟ ممكن تكون منظمات حكوميه، دائره حكوميه مثلا، دائره الاحصاءات العامه بتطلع مثلا تقارير عن نسبه السكان ونسبه الافراد مثلا او توزيع العمر للسكان، يقول لك والله مثلا عدد سكان مدينه اربد 1,000,000 نسمه، من المليون نسمه في عندي مثلا 300,000 واحد عمره اقل من 24 سنه مثلا، في عندك 400,000. هاي احصائيات انت ممكن تكون بحاجتها عشان تفهم مين الكاستمر تبعك. فهذا اللي بنسميه سكندري، انت بس ما عليك الا انت تروح على دائره الاحصاءات العامه وتطلب هاي التقارير، او ممكن تروح تسال على غرفه التجاره والصناعه تقول لهم والله بدي اعرف انا في قطاع مثلا تكنولوجيا المعلومات كم شركه موجوده عندي في اربد. هاي معلومات اوريدي هم عاملينها، عندهم استطلاعات كامله، انت بس بتروح بتجمعها. فممكن تكون انت بحاجه هاي المعلومات. فبالتالي هاي عمليه استطلاع السوق بتتم يا انه برايمري يا انه سكندري، وغالبا انت راح تحتاج الطريقتين بهدف انك تحصر. بالسكندري بيعطيك استطلاعات عامه، بعدين بالبرايمري انت بتحدد شو الغرض لها العام بناء عليه بتجمع الداتا. الطرق طبعا موجوده عندنا بالبرايمري، البيرسونال انترفيو، التليفون، ريتن سيرفي، الاشياء هاي كلها. بالسكندري برضو عندي الاونلاين سيرش، ممكن تعمل سيرش على جوجل، ممكن تروح تدور على مجلات احصائيه، مجلات تجاريه، دوائر حكوميه، هيئات مستقله، اي حدا، ممكن كتب ريكوردز، اي شيء ممكن يساعدك انك تحصل او تجمع منه داتا. الجزء الاخر اللي راح يجي منه اللي هو هو از يور كاستمرز. تمام؟ دائما مهم جدا جزء من الاشياء اللي بتساعدك الماركتينج انك تفهمها، تفهمين هم الكاستمرز تبعك. فبالتالي بدايه بتقول والله هو از يور بوتنشال او هو ار يور بوتنشال كاستمرز، مين اللي يحتاج الكاستمر. طبعا مين بحدد البوتنشال كاستمرز؟ انت المفروض تكون عندك قدره تحدد بناء على شو؟ بناء على البرودكت او السيرفيس اللي راح تقدمها. طيب كيف ممكن تصل لهم؟ شو الطريقه الافضل اللي ممكن تتواصل فيها معهم؟ What they do want، شو رغباتهم، شو توجهاتهم، شو تطلعاتهم، كيف تصرفهم او مسلكياتهم، شو البيهيفير تبعهم. انا بهمني هون البيهيفير من ناحيه شرائيه باي ذا واي، يعني انا بهمني شو توجه هذا اللي والله هذول الكاستمرز مثلا عندي فئه من هذول الكاستمرز قوتهم الشرائيه عاليه او رغبتهم الشرائيه عاليه او هذول اقل. بعدين شو السايز تبع الماركت تبعك او البوتنشال، كم العدد فعليا، يعني انت بتقول انا بدي افتح مثلا اي تي سوليوشن كمباني، مين الجميل الكاستمرز المحتملين، الشركات اللي موجوده في كل، طيب مين كم حجم هاي الشركات، تقول لي والله في اربد فقط لحاله في عندنا
300 شركه في الاردن كلها، في عندنا اكثر من 1200 شركه على سبيل المثال بقى. فبالتالي انت هون عرفت السايز تبع الكاستمرز او البوتنشال كاستمرز او الماركت اللي راح تشتغل فيه. تمام. يعني انا بمشي هيك بعجاله بحيث انه تاخذوا فكره عن الشابتر، وزي ما حكيت لكم التفاصيل اكثر موجوده في الشرح اللي على اليوتيوب. طيب كيف ممكن احنا نعمل كاستمر ريسيرش ميثود؟ نفس الشيء، ممكن تعمل استطلاعات راي، ممكن تدور على ريبورتس موجوده اوريدي بالدوائر الحكوميه، ممكن تعمل فوكس جروبس اللي هي عباره عن برين ستورمينج سيشنز مع ناس معنيين، وتحاول تفهم منهم اكثر او تاخذ منهم اجابات لاسئله معينه انت بتكون محددها. حد عنده اي سؤال سو فار؟ كيف انا ممكن اعرف مين الاندستري اللي انا بدي اشتغل فيها؟ طبعا الاندستري باي ذا واي هي بتحدد بالبرودكت. انت بتصنع مثلا اي تي سوليوشن، معناته انت صرت بالسوفت وير، معناته صرت انت بالكمبيوتر، خلينا نحكي او الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي اي تي سي اي سي تي سيكتور، صرت بقطاع تكنولوجيا معلومات. انت بتصنع شيء له علاقه بالاكل، انت صرت بالفود مانفاكتشرنج. انت بتصنع مثلا مواد كيميائيه، مواد تنظيف تعقيم، انت صرت بالكيميكال برودكت او المواد التنظيف. فانت تحدد هذا الشيء. فمن الضروري طبعا انك تعرف شو حجم الاستثمار اللي بصير بهذا الاندستري، من ناحيه القوه الشرائيه، من ناحيه الانفستمنت المالي، الاستثمار المالي اللي هي نسميه السايز بمنطقه اللي هي الدولارز او القدره الماليه لهي الشركات، المكان الجغرافي، هل الاندستري تبعتك هي ماس، يعني هي انت طبيعه البرودكت تبعك ممكن يتم استخدامه عن طريق اي حدا من المجتمع، ولا في فئه محدده اللي هم النيتش ماركت اللي هم راح تستهدف هذا البرودكت، كيف الموضوع الربح والتنافسيه الموجوده في الاندستري. مثلا نحكي احنا دائما عامه مثلا الفود اندستري دائما فيها مجال الربح، على الرغم من كثره المحلات مثلا والمطاعم والسوبر ماركت اللي او المصانع اللي بتصنع فود برودكتس، بس لانه في ديماند عالي، في الناس بحاجه الاكل، هي حاجات دائمه او ثابته عند الناس، فبالتالي بيظل البروفيت فيه لو كانت التنافسيه عاليه، بس البروفيت فيه بيظل موجود. شو التوجهات الموجوده بالاندستري، شو الكرنت ترندز، شو الهيكليه تبعته، مين هم الكومبيتيتورز الموجودين في الاندستري، مين هم الكي كومبيتيتورز، الناس اللي كثير مسيطرين بالسوق تبعك، عشان انت راح تدخل تنافس فلازم تعرف مين هم المنافسين. ونفس الشيء هاي الطرق اللي ممكن تعملها فيها استطلاع للاندستري. تمام. مين هم او من الضروري برضو انك تفهم او تعرف مين او كيف الاليه اللي احنا ككاستمر ناخذ قرار في موضوع الشراء ولا لا. هلا لو سالت اي حد فيكم مثلا كيف ممكن تشتري تليفون، اي حد مثلا يعني لازم الله تليفونك انكسر او ضاع وقرر تشتري تليفون، شو الشيء اللي راح شو الخطوات اللي راح تكون فيها عشان تشتري التليفون؟ اي حد يتبرع يشاركنا. كل نايم. هلو. ما عندك سؤال. طيب ليه انا سألت، عندك فكرة كيف ممكن لو تشتري تليفون مثلا، تشتري لابتوب، اي شيء، اي برودكت، كيف بتروح تشتري؟ بدور على الصفات اللي انا بدور لها، بشوف الصفات اللي بتعجبني. تمام. بدور بشوف اراء الناس. حلو. بدور على تمام. مثلا بدي نوع معين بدور فيه. ممتاز. بعدين متى بتقرر تشتري البرودكت او تحددي خيارك للشراء؟ لما ما الاقي بدائل افضل منه. تمام. طيب هل البادجت او الامور الماليه بتاثر على قرارك ولا لا؟ بس لو كان عندي بادجت معين يعني فبشوف حسب ميزانيتي، لو الميزانيه معناته عندي مفتوحه بشتري شيء اغلى مثلا. تمام. معناته الميزانيه خلينا نحكي والبادجت هي يعني مؤثره بشكل اساسي في قرارك، صح ولا لا؟ يعني قررت تشتري تليفون مثلا وحددت خيارات، وعندك خيارات تليفون مثلا ممكن يكون 100 دينار وفي تليفون ممكن حقه 800 دينار، صح؟ وهذا مواصفات، هذا كواليفيكيشن ممتازه، وجزء
اول شيء تفكري فيه البادجت تحددي. لذلك انت اللي بتروحي مثلا على اي محل تقول له بدي اشتري تليفون، بقول لك شو البادجت اللي حاطها انت بحسابك، صح ولا لا؟ مشان هو يحاول يجيب لك الخيارات او البدائل اللي موجود ضمن البادجت. هذا احنا ككاستمر بشكل عام، هذا الناتشرال سنس. اول شيء بيخلق عندنا اللي هو شو، اللي هو بنسميه الاورنس. يعني انت فجاه لا سمح الله ضاع تليفونك، بدك تليفون جديد، صار عندك نيد، صار عندك حاجه، صح ولا لا؟ هنا بتبدا عندي اللي بنسميها الاورنس. فبالتالي انت ككاستمر اول شيء بصير عندك الحاجه، بعدين بصير تقول انا بدي ادور، تعمل عمليه سيرش زي ما حكيت افنان. انا بعمل سيرش، بسال، باخذ اراء الناس، بعمل سيرش على الانترنت، انا بدي تليفون، شو احسن تليفونات موجوده. بعدين وانا بدور بالسيرشنج تمام، بصير اعمل ايفالويشن. هاي الايفالويشن بصير عندي خيارات كثير، يعني ممكن اول سيرش بيطلع لي مثلا 20 تليفون، بصير انا اعمل فلتره، لا ما بدي مثلا انا والله حاب تليفون يكون الميموري تبعته اقل شيء 128 جيجا مثلا، وبحاب مثلا نوع يكون يا سامسونج مثلا يا ايفون، او يا سامسونج يا هواوي، انا بدي اندرويد ما بدي مثلا اي او اس، صح؟ انت حددت خياراتك، هاي اللي تعمل هي عمليه الايفالويشن. فلما تخسر خياراتك بصير عندك انت البدائل، بدل ما يكون عندك 20 بدل بصير عندك 3 أو 4 بدائل تمام. من ضمنها من ضمن الايفالويشن راح تعمل فيه اللي هو عمليه البادجت، انا قديش ميزانيتي عشان اشتري، قديش انا حاب اعمل انفستمنت في موضوع الشراء. بناء عليه انت بتقرر تشتري، بعد ما تشتري انت راح تعمل ايش، ايفالويشن لهي البيرتشيز، تقول والله كانت عمليه شراء ناجحه، انا توفقت، الله يسر اموري، اشتريت تليفوني كويس بسعر ممتاز والتليفون ممتاز لحد الان. فانت بتكون راضي عن ولا ممكن بالمقابل تقول والله انا ما اشتريت، يعني للاسف طلع التليفون مش كويس، للاسف انا اكتشفت ان التليفون هذا لقيته بمكان ثاني بسعر ارخص. فانا فهذا الشيء اللي هو كله بنسميه الكاستمر ديسيجن ميكينج. انت كبزنس اونر كواحد صاحب لازم تعرف انه كل كاستمر راح يدخل بهاي الخطوه، راح يدخل لو انه هو مش عارف، بس باي ديفولت راح يعمل هذا الشيء. فلذلك انت لازم تشتغل على هذا الموضوع، لازم يعني من الضروره انك كثير اهتمامه تفكر انه بموضوع اللي هو ايش النيد او الوونت، بتفكر بموضوع الايفالويشن الالترناتيفز. لذلك انت دائما لازم تركز على الكاستمر بيرسبشن، كيف انك ممكن تثير اهتمام الكاستمر او تفهم تطلعات الكاستمرز، تشوف شو انت البرودكت تبعك، تحدد الكواليفيكيشن تبعته اللي هي الفيتشرز، وبناء على كل على على هذا كل فيتشر مقابل راح يكون فيه بنفيت. طب انا شو بدي بتليفون مثلا ذاكرته 128 ميجا، بدك تكون ذاكره الكاستمر انه هاي الذاكره ممتازه بتساعدك انك تحفظ الداتا. شو بدي بتليفون فيه كاميرتين، هاي الكاميرتين بعطوك فرصه تصور بالليل احسن مثلا، شو بدك كذا. فكل كواليفيكيشن بده يكون مقابله بنفيت، الكاستمر لازم يعرف هاي البنفيت، بناء عليه هذا بياثر على قراره او باختياره. فانت وانت بتصمم بالدعايه او بتفكر بالماركتنج للبرودكت تبعك، لازم تفكر بطريقه انه انا بدي اوضح للكاستمر كل البنفيتس، كل الفيتشرز او الكواليفيكيشن موجوده في البرودكت تبعي مقابلها البنفيت اللي راح يستفيد منها. اما تقول لي والله انا في عندي بنفيت انه جهاز لونه اخضر، طب شو استفدت مثلا، او عندي تعطيني فيتشر معينه وانا ما احس انا لازم افهم شو الفائده من هذا الموضوع. يقول لي والله انا عندي اكثر من لون عشان البي احتياجاتك، انت حاب شو لون الجهاز اللي انت حابه، في عندي عملت 3 أو 4 الوان مختلفه، فانت تقدر تختار اللون المحدد اللي بدك اياه. وهذا اللي هو احنا بنسميه البيرسبشن للكاستمر، تفهم انت اللي هو بنسميه النيد والوانت والديماند. طبعا في اختلافات بسيطه بين اللي هم الكاستمر نيد وانت وديماند. اعطيكم مثال بسيط عشان ما تتوهوا بهذا الموضوع. يعني انت ممكن تصحى يوم تقول والله انا بصل على الجامعه متاخر، او بروح على شغلي متاخر، والله انا ضروري جدا يكون في وسيله نقل ما تاخرنيش عن دوامي. فانت هنا صارت عندك في عندك بروبلم انه انت بتتاخر عن دوامك، فانت بدك وسيله نقل مناسبه او ملائمه توصلك على دوامك تمام. في خيارات، هلا خيارات ممكن تكون كريم، تشوف لك تاكسي اسفل تتعاد شهر معه، تشتري تيتك. هون بيجي اللي هو الجزء الثاني، انت شو بدك بقول لك، تقول انا والله بدي اللي هو انا مشان ما اتاخرش على دوامي احسن شيء انا بدي شيء يكون مريح ملائم اقتصادي يوفر علي جهد ووقت وما يكونش يصرف. فبتيجي تقول والله الخيار الملائم اللي عندي معناته انا انت افضل شيء تعاقد مع كريم، اعمل عقد معه مثلا، او اشتري سياره خاصه فيك اذا معك فلوس. فانت هون شو صارت عندك، هاي حاجتك مع انديفيدوال بريفرنسز تمام. الطلب على هذا الاشي او اللي هو الديماند اللي بنسميه انه هو ايش، مع قدرتك الشرائيه. طيب انت بدك سياره
تمام، بدك تشتري سيارة على سبيل المثال، طب شو بحدد مشتراك للسيارة؟ شكل السيارة، حجمها، مواصفاتها، اللي هي الديماند، اللي راح تكون كم انت، شو الباينج باور تبعك، شو البادجت اللي انت حاطه، بناء على انت بتحدد البريفرنسز اللي بدك اياها. تقول بدي سياره اقتصاديه، بدي سياره هايبرد، بدي سياره كهرباء، بدي سياره ما تصرفش، بدي سياره صغيره، بدي سياره كبيره، بدي سياره، هذا كله انت بتحدده. فمن الضروري انت كبزنس اونر تفهم هاي الفروقات عند الكاستمر، تفهم عقليه اللي بفكر فيها الكاستمر، تمام. ليتر اون بعد هيك انت راح تختار الماركت سيجمنت او السيجمنتيشن تبع الماركت تبعك. السيجمنت او القطاع للماركت اللي هم مجموعه من الاشخاص ومجموعه من الكاستمرز بيكونوا هم بنتموا لحاجه معينه او لفئه معينه، يعني هم بيجمعهم شيء معين، بيجمعهم كلاسيفيكيشن معين. كيف انت ممكن تعمل هذا الماركت سيجمنتيشن او تقسم هذا الماركت تبعك؟ بناء على كثير معايير انت ممكن تحددها. ممكن تحكي انا والله المعايير اللي انا بدي اعتمد عليها في عمليه الماركت سيجمنتيشن، انا بدي اروح ادور على الـ على الـ على الاشخاص اللي اعمارهم تقل عن 20 سنه، فانت عملت سيجمنت معين، تمام. انت بتحكي والله انا بدي اروح ادور على الناس اللي بيهتموا مثلا بكره القدم، فانت رحت دورت على ماركت سيجمنتيشن معين اللي هو ناس عندهم اهتمامات بكره القدم. هذا كله ممكن احنا نحدده اللي هو عن طريق ايش، هاي الطرق. جيوغرافيك اللي هو المكان، اللوكيشن، ممكن بناء على المكان، ممكن بناء على الديموغرافيك اللي زي ما حكينا الايج، الجندر، الانكم، الانسون، الادوكيشن. سايكوغرافيك اللي هي الاختلافات بطريقة الحياة، اختلافات بالآراء، اختلافات الفكرية لها علاقة بأكثر بالتحليل بالطريقة النفسية أو بطريقة معيشتهم. البيهيفيرال اللي هو ايش، زي ما حكينا مثلا ناس بيهتموا او مثلا عندهم اهتمام معين مثلا بلعبة كرة القدم، ناس عندهم اهتمامات او ناس مثلا البيهيفير تبعهم هم بيحبوا يجربوا الاشياء الجديدة، فبتدور مثلا انت البرودكت تبعك مثلا انت بتعمل بتنظم رحلات سياحية فيها مغامرة، فبدك تروح تدور على الناس اللي عندهم انفتاح وعندهم حب للمغامرة وحب الادفنتشر والامور، فبالتالي هذا سيجمنت راحت انت تؤيد. طب مين هم؟ ممكن يكونوا بعمار معينة، بعمار محدد، تمام. هذا اللي انت راح بناء عليه تحدد السيجمنتيشن او السيجمنت ميثود. هاي السيجمنت ميثود، وانا بعطيك اكزامبل فقط على هاي الاشي. مثلا بالجيوغرافيك مثلا في عنا يونيفرسيتي اسمها ميد سايز يونيفرسيتي، فانت بتقول والله انا بالجيوغرافيك بدي احدد اللوكيشن بناء على الناس اللي ساكنين بجانب الجامعة بمحيط الجامعة مقدار 2 ميل، فهم عددهم تقريبا الاستيميشن 600,000 and so on. هنا برضو طبعا راح نيجي اللي هي من الضروري معرفتنا بموضوع اللي هي الستيجز او البرودكت لايف سايكل ستيجز، اللي هي انا باي مرحله، انا البرودكت تبعي باي مرحله حاليا، هل هو مرحله الانتدكشن، مرحله التاسيس، البدايه انا بدي اقدمه للكاستمرز، بدي الناس تعرف عنده. فمن الضروري ليش طبعا انا لازم اعرف البرودكت لايف سايكل، بس عشان لاني انا شرحتها لازم تعرف البرودكت لايف سايكل، لانه بناء على معرفتك للبرودكت لايف سايكل تقدر تحدد الطريقه الانسب في عمليه الماركتنج، تحدد الاستراتيجيه تبعتك في الماركتنج بشكل افضل. فانا في بدايه البزنس تبعي ما بهتم كثير بالربح، بهتم اكثر بالانتشار، ما بهتم بالمبيعات، بهتم بالانتشار، بدي الناس تعرف انه في برودكت اسمه كذا موجود بالماركت. وبالتالي كل مرحله من مراحل البرودكت لايف سايكل في لها استراتيجيات مختلفه في الماركتنج. الجروث انا بدي اشوف كيف انا ممكن اطور نفسي، كيف بدي اتوسع، كيف بدي اسس شغلي، ابني الريبيوتيشن، ابني السمعه واستمر. الماتوريتي اللي هي عمليه اللي هي النضوج الكامل، انا صار عندي قاعده من الكاستمر، صار عندي ناس اوريدي بتعرف البزنس تبعي، صار لي سمعه بالماركت، صار لي كواليتي معينه، مواصفات معينه، كاركتر معين بيميزني عن غيري، فالناس صارت تعرفني، صرت انا ماتور بالسوق. طبعا الديكلاين اللي هو هون انا بعد ما فتره بكمل يعني اشتغل واصير لي اصل بمرحله من الماتوريتي، راح اكتشف انه ممكن يصير عندي ديكلاين معين نتيجه لدخول منافسين، نتيجه مثلا، فانا لازم ادرس شو اسباب الديكلاين واحاول اشتغل عليها، لانه احنا بيهمنا بالبزنس اللي هي الكونتينيوتي، عمليه الاستمرار في الـ 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 في البزنس، تمام. ذات هذا الدياجرام ببين لك اللي هو المنحنى في تو تايبس اوف برودكت، التيبيكال برودكت او الفاد برودكت.
هون بيجي عندنا اللي هو اخر شيء، لازم تكون عارف وين شو البوزيشن تبعك في الماركت، وين موقعك انت، شو حصتك بالماركت، وهل الناس عارفه الحصه، هل الناس عارفه البرودكت تبعك ولا لا. اذا قدرت انت تكتب اللي هي بنسميها البوزيشن ستيتمنت، انت باي مرحله اسم البرودكت تبع هذا التمبلت تبعها، هذا الاسم البرودكت، الاندستري، الكاتيجوري، اند سو اون، تقدر هاي الفورمات تبعها انت بناء على ذلك تقدر انت تكتب ستيتمنت الخاصه فيك. انت تحكي احنا التوب اي تي كومباني ذات بروفايدز اكسلنت سوليوشن ان تيرمز اوف اي او تي مثلا في الاربد، وبتكون طبعا هذا ايش جاستيفاي. فاذا قدرت انت صيغ البوزيشن ستيتمنت هذا بكون طبعا نقطه ايجابيه لك، وتكون انت فاهم البزنس تبعك بشكل ممتاز. حدا عنده اي سؤال؟ حدا عنده اي سؤال؟ دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك. علي نسال عادي خارج الماده ولا لا؟ لا خلينا شوي، لان انا بدي اعمل سيشن ثاني، خليكم معي عند انهي السيشن، لانه في سيشن ثاني راح اشرح لكم فيها عن الاساينمنت او التيم او البروجكت. خليكم معي دكتور، بدنا نعتصم، بنعمل اعتصام اللي بدك اياه. ما في مشكله، بس خلينا اطلع انا من الميتنج هذا. بس قبل ما اطلع على السريع، ابعثوا لي الاي دي تبعكم على الشات دقيقه، ابعثوا الاي دي، كل واحد يكتب الاي دي تبعه.